اكتشفنا ان حضرتك القريب الوحيد اللي موجود وعايش للمرحوم ابن اخوك. 50 مليون درهم. يرضى عليك، انا ما فهمت عليه ولا كلمه. ها من هاللحظه احنا مليونيريات. طنش تعش تنتعش. الله ياخذ ابليسك يا رعيل. شو ننطر؟ حتى بالاماره في 4 من المسلمين مختفين. على وين صار؟ ضروري ما يعرف عن الموضوع. وحسن مشان الله خلصنا.